مهارة من العالم الإنفاق على التعليم، الفلوس بتقول إيه وإحنا فين من الفلوس بيقولوا، وإزاي نشتغل على زيادة الإنفاق الحكومي على التعليم، هل دي حاجة ممكنة ولا لأ؟ في كده أخ بيسأل إنه هي يا ابني الأخوان مروح المدرسة يعني هو مروح المدرسة بسيط، والرجوع من المدرسة بسيط، متأكد أوي في الوقت اللي فاحنا عندنا حاجة كده أكيد ده فكرة إنه رأي الطالب إحساسه إيه بالمدرسة و يعني أعتقد ده جوهر المسألة يعني أي إصلاح لازم يكون قبل ما يكون أرقام اللي إحنا عاملين تحدث كتير منها إنه يكون في دماغنا إن الطالب يبقى في الآخر بني آدم منجز وسعيد. ده تقرير لسه طالع الأسبوع اللي فات البنك الدولي. الحقيقه لطيف فيه ان هم بيتكلموا على انه يكون دعم التعليم كويس من غير معنى الصحه كويسه والعكس العكس. وبالتالي عمل مؤشر جديد غير مجرد المؤشرات المتعلقه بالتعليم بس، مؤشر مركب فيه كمان بعض نواحي الصحه. فمصر هنا الدول العربيه متوسط الدول العربيه هنا وبقيه العالم